شنو هو الهدف نتاع المعرض هذا اليوم؟ المعرض ككل المعارض الحقيقي يمثل ذاكرة حية وممتازة تريد أن تسترجع الذاكرة وتبث الوعي من خلال ذلك، يحيي ذكرى استشهاد العديد والعديد من أبناء جهة الرديف الذين ناضلوا وأثبتوا رجولة غير عادية في التصدي للقمع الذي كان مسلطا عليهم، سواء من ناحية البطالة أو من ناحية الخصاصة والتهميش. هؤلاء أعداد تكاد تكون عديدة وعديدة جدا. هذا المعرض هو ذكرى من الذكريات العزيزة التي تعتز بالرديف وبالجنوب التونسي ككل. قد أرادها هؤلاء المتطوعون الذكرى تحرك من جمد وتقذ مضجع من رقد، يعني هذه الذكرى هي موجهة أساس لكل شهداء الحوض المنجم وعامة لكل شهداء الذين سقطوا في تونس، وهي مناسبة قد أرادها هؤلاء المتطوعون حتى ينفوا ما قيل وما يقال عن العروشية في الحوض المنجم ككل. هذه الصور هي موثقة ومأخوذة يعني من ما يحدث في أحداث المتلوي الأخيرة. بالضبط، الذي يشاهد ويتمعن في اللوحات الحقيقة يرى أنها صورة فوتوغرافية لا يمكن الخداع فيها ولا المغالطة، توثق بطريقة مرئية وتوثيقية، في المعرض له بعد توثيقي ممتاز، ويحيي ذاكرة نضالية تربي النشأ على معرفة أمجاد أجداده وإخوته وعائلاته. هذه الصور هي صور واقعية أساسية، لأن رديف في 2008 قد طالتها يد الجلاد، 12,000 بوليس وليس 1,200، 12,000 كانوا مرابضين على طرف رديف وكانوا وقد قمعوا الأهالي